اسيبه؟ لا طبعا. قعدت اجري وراه لغايه ما خلصت شارع الهرم في دقيقتين. معقوله يا خال؟ دقيقتين خلصت فيهم شارع الهرم؟ ما هو زمان شارع الهرم ده كان فاضي. استنى صبري يا اخي. لا خلينا نركز بقى. وبعدين يا باشا بقى بعد ما خلصت شارع الهرم ايه بقى اللي حصل؟ زنقت عليه لغايه ما طلع فوق. ثانيه واحده بس يا عبد اللطيف بيه. طلع بالعربيه لفوق ازاي يعني؟ فوق سعار الست عارفينها؟ طبعا. عشان ما تطولش عليكم قعدت ازن عليه لغايه ما دخلته جوه الرمله. عين عليه شوف هو ده الدخول في الرمله. بعد كده بقى ساعتك ايه اللي حصل؟ قعدت بقى اضربه قلم يتزغقني واجره اديته وبعدين رحت شده من العربيه. طلع ايه؟ طلع اربع تنفار ورا بعض. اربع تنفار اسيبهم؟ لا طبعا. ومعزتكم في قلبي قعدت اضرب في الناس ديت. ده كعب، ده سيف يد، دي خطه كده، ده حاجه كده لغايه ما خلصوا خالص. ايه ده انتوا سكتوا ليه؟ اصلها واسعه يا خال. مين دي الواسعه؟ الحكايه يعني انا بكسب؟ لا 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 ما عاش يا حاج عبد اللطيف، ما عاش ولا كان اللي يقول عليك ان انت بتكذب. وطبعا اكيد على ايامكم كان كل حاجه مختلفه عن اليومين دول. سيف ايه؟ شايفني محمي وشايف ماسك عصايه؟ لا العفو. يا سؤال بس عندك يا حاج عبد اللطيف. نعم. الحكايات دي انت حكيتها لمؤاخذة العروسة يعني؟ طبعا حكيت لها. وصدقت يا خال؟ طب لما حكيت لها صدقت وعشان كده اتجوزتني. عشان كده. جاي ايه جايبني هنا عشان اصحابك يهزقوني؟ لا 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 ازاي يا حاج عبد اللطيف؟ ما عاش ولا كان من العيال دول اللي يدوسك على طرف. قوم هم هات لنا حاجة نشربها عشان نبلع بيها الكلام اللي بقوله ده. حاضر يا خال حاضر. ابكوا فيكم. شفتي لقاء اتاخرت ازاي؟ البنت دي مخها ناشف بطريقه. البنت دي لازم حد يعقلها. مش معقول كده، دي كده بتخرب على اولادها وعلى نفسها. حد يعمل كده؟ والله يا مدام كريمه كلنا حاولنا بس مفيش فايده خالص. يعني ايه مفيش فايده؟ انتوا مش اصحابها يعني لازم تعقلوها؟ ولا اقول لكم انا هقعد معاها واكلمها. ما تحاوليش يا مراد خالي، اللقاء دي اصلها في دنيا والناس دي كلها في دنيا تانية خالص. والله ياما بيوت اتخربت بسبب العلم، ياما اولاد اتشردوا بسبب ان الاب والام الاتنين راكبين دماغهم. اكيد هي. اسيبه؟ لا طبعا. قعدت اعوم لغايه ما وصلنا للبراميل اللي في صقليه. جاية أصلا، لو ما كنتيش جيتي كانت هتحصل كارثة. بابا يا بابا. مساء الخير يا جماعة. مساء النور، أهلا وسهلا. اللقاء يا خالي مرات الأستاذ عبد المنعم. أهلا أهلا، وقعدي معانا اسمعي الحكاية بتاعت براميل اللي في صقلية. معلش يا خالي أنا هاخدها أسلم على مدام فريد. اتفضلي. اتفضلي. ازيك يا فريد؟ أهلا. أخبارك إيه؟ ازيك يا لقاء؟ ازيك؟ اتفضلي. اهلا 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 يا لقاء. كل سنه وانت طيب يا صبري. وانت بالصحه والسلامه. دي حاجه بسيطه. طب ليه التعب ده بقى؟ الله عبد المنعم لسه جايب لي هديه. هو انتوا غرب عن بعض؟ ما انتوا الاثنين واحد. يلا يا اولاد. اتفضل يا خال الحاجه الساعه. اسيبه؟ لا طبعا. قعدت وانت راح من عماره لعماره ومن عماره ثانيه لعماره ثالثه. يا لقاء يا حبيبي. اسمعي كلامي، بصي لولادك، جوزك لازم يرجع البلادي للبيت. هعمل له ايه؟ مش هو اللي ساب البيت؟ هتحايل عليه عشان يرجع؟ ايه يعني لو تعمليها مره؟ هيحصل ايه يعني؟ لو عملتها مره هعملها عمري كله بعد كده. بعد اذنكم يا بنات، انا هروح اشوف عمكم عبد اللطيف. مدعوم يا عبد المنعم. هتقوم يا اخي تشوف مراتك وتراضيها بكلمتين. هتقوم في ايه؟ يا فريد والله العظيم انا جثتي مش حكيت لك اللي حصل. خدين معاك يا عبد المنعم طلعها. ما تركبش دماغك امه. مش هقوم. اسمع مشاكلكم الشخصيه دي ابقوا حلوها في البيت بينكم وبين بعض، انما هنا وقدام الناس لازم تلموا المواضيع شويه عشان ما يبقاش شكلكم زي العيال الصغيرين. يلا يا عم قوم. ما تقوم يا جدعان. انت عيل صغير ولا ايه؟ يلا
مساء الخير. مساء النور. اهلا يا عبد المنعم. اتفضل. جيجي اما انا جبت حته طقم جديد يجنن. اخصى عليكي ولا حكيتي. تعالي تعالي وريهولك. ازيك يا لقاء؟ ازيك انت يا عبد المنعم؟ يا ترى البيت شكله ايه من غيري؟ شكله عادي. يعني من الاخر كده يعني ارجع ولا ما ارجعش؟ البيت بيتك يا عبد المنعم، ترجع وقت ما انت عايز. افندم مؤمن حازم، خير؟ في حاجه؟ لا يا فندم، انا جيت اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. طب ما تتفضلي. دي الهام هتفرح قوي انك جيتي. بصراحه يا فندم انا محرجه جدا. هو المفروض كنت ادي لحضرتك الهديه بكره في المكتب، بس حضرتك عارف انا رايحه المحكمه ويمكن اتاخر، فقلت اجيبها احسن النهارده. ما كانش المفروض تتعبي نفسك يعني. ما ينفعش اعدي مناسبه زي دي من غير ما اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. وانت طيب. مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه يا فندم، تصبح على خير. طب انا ممكن اوصلك بعربيتي؟ لا يا فندم، التاكسي مستنيني. عن اذنك، تصبح على خير. وانت من اهله. صباح الخير. صباح النور. انا مش قايلك صحيني بدري؟ معلش راحت عليا نومه. وبعدين انا قلت له مسلمه تصحيك. هو ده كمان بقى شغله مسلمه اللي حصل؟ وبعدين هو في ايه يعني؟ شغلك هيطير ولا ايه؟ لا، كان عندي ميعاد بدري. في ايه يا عبد المنعم؟ انت عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ ولا عايز اتخانق ولا ليا نفس الخناق. على فكره بقى، انا زعلان منك من ليله امبارح. ليه خير؟ الكلام اللي قلتيه امبارح بقى، احنا بقى الفرق الثقافي اللي بيننا كبير وكل يوم عمال بيزيد عن التاني. مش هي دي الحقيقة؟ بس انت لو فكرتي هتلاقينا مؤاخذة يعني البيت ده باللي فيه عايش في مستوى زي الفل، واديكي شايفة، وكل ده من الحديد والخردة اللي انت اتكلمت عليهم امبارح، صح ولا مش صح؟ أظن المستوى ده مش جديد عليا. وانت يوم ما جيت وطلبت ايدي شفت المستوى اللي انا كنت عايشه فيه. انا ما قلتش حاجه، بس مش ده بقى اللي خلاني اتقدم لك. انا عجبني فيك حاجات كتير قوي غير اللي انت عماله بتتكلمي فيه من الصبح ده، وده بقى اللي خلاني اتقدم لك وارتبط بيكي. ولو كنت انا بالتحدي عادي وساكنه في شقه متوسطه ما كنتش هتفكر تتقدم من الاول، صح؟ لا مش صح. انا حبيتك، حبيتك وانا ما اعرفش عنك اي حاجه، لا انت مين ولا بنت مين، بس حسيت ان انت الانسانه اللي ممكن اكمل معاها بقيت عمري وانا في منتهى السعاده. عبد المنعم، انت مش شايف ان المناقشه دي اتاخرت قوي عشان نتناقش فيها؟ انت اللي فتحتيها امبارح يا هانم، انت الوحيده اللي قلتي في جوزك، انت الوحيده اللي جرحتي فيا. ليه؟ شفتي جيهان امبارح قالت ايه في جوزها؟ شفتي مرات صبري؟ قال له احلى كلام في جوازهم. انا متاكده ان هم ما قالوش الحقيقه. هم قالوا كلام بس اللي جواهم حاجه تانية خالص. يا ريتك عملت زيهم وخبيتي. بس احنا امبارح اتفقنا ان المناقشه تبقى صريحه. بس انا عايز اقول لك بقى على حاجه لقاء، انا ما سبتش الجامعه بمزاجي، كان لازم اقف مكان ابويا في المخزن بعد ما مات الله يرحمه. فلوسنا كلها كانت في السوق، بس اعمل ايه؟ لا عرفت اوفق بين الدراسه
ولا بين شغل في المخزن. بس كان ممكن تحاول. ولو كنت حاولت كان رأيك هيتغير فيها؟ يمكن آه ويمكن لأ. ومع ذلك اتجوزتيني ووافقت تعيشي معايا على ظروفي. كان عندي ظروف تخليني أوافق على كده. يعني اتجوزتيني غصب عنك؟ أنا ما قلتش كده يا عبد المنعم. كلامك ملوش معنى تاني. عبد المنعم أنا هضطر أقفل النقاش ده لأني لازم أخرج دلوقتي. تخرجي؟ قبل ما نشوف حل اللي إحنا فيه ده؟ اللي إحنا فيه ده مش هيتحل في قعدة يا عبد المنعم. لقاء أنا عايز أسألك سؤال بس تجاوبيني عليه بمنتهى الصراحة. أنت بتحبيني؟ لو قلت أيوه. يعني في احتمال تقولي لأ؟ أنت ليه بتجاوب بنيابة عني؟ أنت عمرك ما هتفهمني يا عبد المنعم.